صخرة دار شرك رانا فاكعف خلينا نتنعم واسيدي صاحبك هذاك موتو راه تخجر طالب روحك كي جرموا هكا في البحر شوف شو قلت عليه هذه وما ملقلوش الزيت بالزيت كوليسترول وكل شي راك عارف ديها في الكوشه بالدهان وكثرين لي مكثرين لي مكثرين لي يا نموت على المفاجآت على الهضره توما راكو فاكوس احنا ما راناش فاكوس زاسكا الشاكي ديال النعشة قول للمرض وين تكذبوا لك عمرو هذا خلاص عمرو العود اخويا راه خاطر هذا ماشي فاكوس هذا لا سوفوس يا ربي خايف ما خايتي أسيبو دوهان على الشيطان ها وغادي تقعد ساعة نهار وتتهضر عليهم أنا قلبي راه باغي يطرطق منهم وراني صابرة هيا صاي خلينا منهم بدل الموضوع هاو كيف ما نهضرش الضاوية كيف ياه ما نهضرش هذا غير فاكونس ولحقوني فيه وين نروح فوت الفاكونس في القمر أنا ما يعرفوني ما نعرفهم هادو غير يحط الشحمة في الشاقور طايحين عليا كيما هكا أنا الجمعة عندي المعروف ها أنا دي بس المعروف ها ما خايف بوزعو عادي هاوي نزع هاسمعي هالفعل طب حر على جده روح شوف الكلخ شاره باغي أنا ما نروح ما هولو أنا جيت فوت الفاكوس أنا ما جيتش نخدم فرملي باغي يموت الله يسهل عليه أنا على الشيطان نسيبو دون على الشيطان فوت معنا فاكوس كوبري مي بقات ربع ايام ما بغيتش تروح تشوفه كون يموت ولا يحصل فينا روح شوفه وصاي بحر على جده راني رايح اسيدي واش غادي ندير راني رايح قال لك شي ديال الميت في الغساله قلت له خالك والله ما عم كيجيك عمك غلط باش يجيب لنا فاكوس في الخارج خاطر ما عندوش باسبورات جابه لنا هنا انا نقول لك ابو ضو هاي ما خايف والله سي حمزه اه اوديني سمع فيك تنازع من لاتيراس يضرب راح لك الوجع ولا مازال اه والو راه كاين الوجع شي ثانيه ابو ضو عطيتني شويه مسك الوقت الحليب طايش ولا ماشي طاير على الشيطان سي حمزه انا قلت انت انسان كبير بغيتك دير الريجيم هذا ما كان يا دير الريجيم في الحوت هذاك الحوت الابيض الطويل المارو والفاكية هذا هو الرجيم حودينا على الشيطان السي حمزة يا الحوت ما يتلقاش مع الفاكية يدور لك البرص شوف إن شاء الله هاد اليمات وندير لك واحد فطور مشخشخ إن شاء الله هيا خليتكم الشفاء ما خدت سلكت فا ما خدت أي فاك أنا عندي عباس الطريق هذيك أنا عباس الطريق هذيك تعيش مني ورا هل تفتوها هروا شخير هو قد بانا لي أخر أنا جيت لك المزود يا شاوي ذا أنا لازم أدلت لك أنا صاحبي ودلت لك النية ورسيتك تخطب لي الويزا وانت بديها لك يا العذرة كيزيرة يا العذرة تحت أقالي العرس تاع الوجه شكون اللي كان ينوح ويبكي ويجي ندب ها بكيت وغادي عمري لعبوا بيا والله العظيم تاجع قلت لهم ورقدوا يا والفيلاج الفيلاج كون جا عندك كنيف الفيلاج كيما دار راه يقول لك يا سكتور يا البكاي يا فكت البكاي خيرين كاع غيروا مني ما بغاونيش ندير ويزا تاع مسمومين لازمك تكون انت الراس نديروا اليد في اليد فهمتني ايوا ونكملوا عليه هو انا نقضي لك كل شيء من بعده هكا روح ليس روح يا سراري بكاي ترجمة
ولدي دخلت على الفاتوره خلاص خلاص. شوف ولدي انا ماشي قاري. شوف يا ولدي شوف عندك مليون ونص. ها عندك مليون ونص. مليون ونص في جا قهوه مليون ونص. ايوا على الشيطان ولدي روح على الشيطان ديالي يعني نتقوى في القمر انا والله كيفاه اش كاين لا هيا روح فارقني منا غادي فين راه كرعك صافي شوف معايا هادي يبان لي هذا ماشي نورمال ها ولدي في جا قهوه يقول لي مليون ونص عندك لي فاكتور فيها 1,500,000 بواسون شنو بواسون حوت هو انا كليت الحوت ام كلينها نسابك ودين امبورتي ميم لو بنغالو ياه انا نضرب في الحميم صاب الحليب هما يضربوا في الحوت ويدوا معاهم ياكلوا ويدوا يا سيدي والله لا ربعت يا اليمين مرهم قاعدين يا هما يانا دغرو دا جبت تفتوفه واش يخلصكم والله لا ربعت مليحه امبوردي والله لا مليحه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه شوية؟ شكون شراني شوية ما مضرور. واش تكتلي نشوف فيك توجع وغطني غطني واه. واه ها كان زاوية في الحق كانت تظهر لي فينا شوية حوت. وملي بطلت عليا الحوت راه رجع لي كاع المرض. لا باينة بلي راك مريض لا راك مريض بلا واه. والله. لا هي عندك الصحية زعما كي نورمالمون نتخلص فيك ونعطوك الحوت. بصح ما عندك زهر. علاه؟ على بالك بلي غاولي في السجنة راه عندي مشكلة كبيرة مع الجلالي تما. دوك يليق ندخل. وني هضرت مع عم الضاوية وقلت لها باقية خمس أيام. هي قال لي معليش تيهم كادو. هاي البين قالوا يا خويا اصرفوا على رواحكم ديروا الفاكونس والله يسهل عليكم انا باغي نربط قشي ونبدا الدوار هاك الله يعاونكم نصرف على روحي ولا كيفاه باقي لك خمس ايام وصرف على روحك وعلى ولادك هذه سموها تطريده بصح بالمقلوب انا عندي النيف المحمصة والحليب خمس ديال النيف وين اخوك ها 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 يا ها اللي ها 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 جيت نروحوا ضربك يا ابو يا ريح ما كان لا منا لا ولو هيا نروحوا هلي يلا نوض هيا 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 هلي هني لحقك هيا نوض شوي لي نجي انا والله ماني رايح تنقضي بالركه واش الباب واش الباب اجري يا واش راكم اليوم تاكلوني والله واش لي 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 رباح شي رباح ما عمرك تشي العين واقي لا عمرت لي العين شي رباح واش عاوز شي رباح جيت ناكل واش تاكل عطيني لوبيا جيتني جوج ستيكات محمرين وثلاثه مركز وعندك باش تسلكهم عندي باش نشري الحانوت هذه بيض الطوابل تاعو مالا وليت شي رباح صح ولابو عم جلول أنا خلص سامحني نروح نسلك على السيد الشي رابح راه تعاونك جلود لوبيا وراي غادي ناكل كاع على جلود جلود في البينا ولا عذرو احبسوا احبسوا بعضكم وكان الفيها لكم قول واش نجيب لك انت اعطيني لوبيا انا ما عملتش لوبيا هذه ما ترى برد الحال انا كنت ديروش لا عدس شويه لوبيا شويه شختوخه وفنوها شويه انت على بالك بلي راك مدروش بول ولا نيه ولا حيلي ماشي قلت لي عندي النيف وماشي انا وليد انا كنت هكا مجنون راه تكذبني لا لا مجنون نسيت يا سيدي هذه ونسيتها وما تقوليش نسيت هذا وين قلت لي نشري لك المحل هو بالطوابل بالكراسه اش ليه لا لا مجنون ما فهمتنيش انا قلت كي تخلصني ندخل معك شريك هيك روح قطع الفريت هذيك وطلع البرم اجري اجري واش تكامل جلول اجري اجري فكيش اجري
ايوا فكر عليا صباح لله عزوجتي جات ها جلال يدير منا ها نقب منا ها جري منا الله يجيب الخير عمي بودو هاي هاي ساي 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 يا سيدي هذا راه دارني فهم صديتني الروماتيز يا سيدي ها بشوية عليك روماتيز الهمة والقيمة والشان والحالة يقول الغمة يا جيلاني هما كانوا عايشين في الهمة يعني أنا كنت نقعد على شط البحر يا الزورة وما عنديش مشي راك في شهر العسل جبت لي ضحكة على الصباح شهر العسل ها عنده أبوه هما اللي كانوا في شهر العسل أنا كنت حاصل يا جيلاني ها كنت في شهر البصل ها ولي عندها نساب كيفية يا جيلاني ما عيش هاني اللي عندها نساب كيفية يا جيلاني هاي 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 أنا على حسابي على حسابي لا مانيش غلط مازال باقي لك 10 ايام من الكونجي يا ليمين يا وباقي لي عام ماكله ورقاد وكل شيء ما نبغاش دقيقه تما يا جلالي يا هو بهله فين هو خويا الخطفه الخطفه يا خلا ضربو يا خلا ضربو هذه في عميليا يا ربي نجيني من هرب نجيني عمي بودو انا تبالي غير توحشت الدجاج كون قلت لي كون جبته لك حتى لتماك توحشت الدجاج غادي نقول لك حاجه جلالي يا صدقني ومانيش نكذب عليك هاك شوف السجنه هي تما تما كاين غير الماء كلشي شغل كنت في السجنه كان خاص غير حشاك الحمار وكان جوج زياجات ولا ثلاثه وديانا وانت هذا اللي ما كان خاص عمي بوضو كان كيما هكا كنت نركبهم في لوطو ونجيبهم يبحرهم ساكن شكون هم حمار حشاك ديانا وتزيجات بغيت تجيبهم للبحر سعيد جيلاني شنو نقول لك ما عندكش الفيغوري اللي تحشم عليها جيب لي ديانا جيبها لينا في البحر ايوا روح 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 ترى خاف عليا ودني كسلو كي جات تكسل عند تسعه وتهضر لي دجاجات انا انت سبب خلايا انت وبوك وبوك عينين بوب ولا بولات يا سيدي اليمين مفكتيك منا زعف عندها نخرجها فيك يرحم والديك قول لي وين كنت اليوم من الصباح وانا نحوس عليك رحت للسوق بغيت نجيب شويه سلعه ساعه نسيب لي اللي من السوق مبلع طفي عليا ولا ديه ولا شو كدير هذا ماشي تاعي تاع زينب هاي تلها زينب زينب واقي هدى اسمح لي بويا انا في بوشطه ليل ونهار هو سوني تليفون هذا وحوسو يتزوجو ونهار اللي يتزوج كيبدا في التليفونات يا ودي اسمحي لي التليفون كان قدام شيخي وحشمت لنا نرفد عليك راكي عارفه سقطوا العفسه اللي دارها بويا في البحر توحشتك اختي كي راكي دايره مالكي شنو عندك ها زينب اختي شنو نقول لك كي راني مشطونه وكي راني مشطونه على مسعوده اختي مسكينه تعرفي البارح شوفي ما الله يرحمها جاتني في هذاك المنام وقالت لي لويزا مسعوده 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 ثلاث خطرات وهي تعاود لي فيها كملت عليا كريمه قالت لي اختك راها في غبينه كحله بويا عليه مسكين وزيد لويزا اختي هذا مكتوب ما يدومونا غير ديارنا بقينا مقابلين بويا وزيد في الحق الضاويه كبرت بينا ملي كنا في البحر الضاويه مسكينه كبرت فيك في البحر شريتك بتحويسه في البحر عليه بيها بويا في عمره 60 عام يدير طبايع تاع واحد عنده 20 عام نورمال انت ديري طبايع تاع واحده عندها 3 سنين الواحد كي يكبر يولي غير يخرف اش باغي نديرو هاي اللي قنساع فوصاي لويزا معليش نعاود لك من بعد روحي ما تزيديش فكريني راني فكره هاو هاو نساو اللي طردنا من البحر وطردونا واه ايه والخير راه دروك راه في دهراوه ويصوت السلام عليكم سلام بويا وحشتك كان دايا
فين شو الصمت هذا الرهيب هذا؟ ناخذ ساكتين. بوك كبر وخرف، نساو اللي زعكونا من البحر. بحر يا ودي انا خمرت على بالي، انا ما لقيتش الليل وعلى بالي اش راك تقولوا كاع. دبرت لك سيمانه في البحر هي غادي تنخلع المساج، ها ندير لك برونزاج، تدير لك واحد الشوط. خويا واحد الشوط ندبره لك. والطاكسيات زوينه، الطاكسيات بالشاشيه. لا هذيك زينه مسكينه كانت تهضر مع لويزا، هي عمي يسمعهم في التليفون زعما باللي هما قالوا عليه باللي هو اللي يخرف. مرتي انايا تخاف مني غير نهضر تموت تقول على بويا يخرف. مرتك العزيزه كانت عزيزه دروك. شوف شوف العذاب ما تسمعوا الزقا، ما تقول لي لا منا لا جيت لك لا والو، غادي البنيات يهضروا. سي بون وصلنا هذا الموصل، خليني نروح. السلام عليكم. ما خدي صاي 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 السلام عليكم. زينب عبدة وراك تسكتي روحك بعينا راك شابة عندي عينك تعجبت لك تعجبت لي معاك. يدي بجيش خاوية هذي فوتها الجمارك حري سيبريز دعق عليا. شغلات تنظري انا عند بويا كنت ناكل غير ديك لي بالبندق والكراميل. كان ناير هذا هاي قولي لي قلتي على بويا بلي راه خطف تيا؟ ها قلتي على بويا راه خرف؟ انا قلت على بويا راه خرف نهار ما عندهم قلتي راه خرف حاشا. كيف انا شكون قال لك؟ حاشا كيف قال لي ليزا يا ودي ديك لويزا اختي عيطت لي وتشكي لي على بويا بودو راك تعرف. يا من بعد انا قلت لها ياك كي كبروا يقعدوا يخرفوا على بودو وراك ريون ديري هاك عينيك شو بدير بيه قبلي عينيك. ايه فوالا دروك نضرب لك كامل البنيات. كيف الشغل هذا؟ الوحيد مش عارف انا الوحيد ها تبغى تبغى زيار سلمي على بويا سلمي راه سلمي على تاع سلمي هاكا انا روحي 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 روحنا تهضري على بويا تقول شوف بويا عطيتها تسمعوا تسمعوا وتسرعوا لكم البنيات في العين زيدها دروك في غاطرك زيدها زيدها منها بالله قالها عينيها تقول على بويا يخرف الله خطاتها راك مقبول المره اليوم راه تصوت ما تحكمش انا جالك كسيت بنت الناس خرج عليا خرج هيا روح هروحي بنتي روحي هروحي مني هروحي بنتي سمحي لي بنتي سمحي لي هذا راه مهبول انا لو كان حسين يدير لك هكا كاع ما خبرتش هذه هي خويا مشي تقول منا ولا بس تشوف بعينك خوك درقاد ما يحشمش غا يعرضوني هنايا بويا يخرب اي بعدم يغدروا لي على بويا هنايا لو كان بويا يروح اسيدي بويا يروح بويا ما يتعاودش المراه تتعاود خوك ارتي جايب سكسي مزوج على وحده خربوا بي بويا ونقول لك المراه الا كي منها خويا العين الحمراء نوصيك نوصيك العين الحمراء مع المراه والله لا غايه هذه اللي قلت لهم كاع رقدوا انا كبير في الشجره وانت قاعد مجمع الصوت باكون في البحر والتحواس بويا وانا قاعد هنا في الفيلاج تمشي حرك فيها البحر ياك ها البحر انا غير في البحر وزيد البحر يجوعك شتا داك من البحر ها راه الساريج اعطيني البقيت روحك ساريج بويا ساريج تاع عدا عدا هو اللي يعوم فيه انا راني جاي من مدينه انا ولد البحر بويا يا ولد المدينه بركه بركه من هذه الهضره البقري اعطيتهم ياكلوا عطيتهم واه بويا شحال عطيتهم شكاره شحال شكر عليها على راك اعطيهم نص الشاره وزيد خلط لهم شويه خبز يا بويا انا نعطيهم على حسب ما قريت في الجامعه قالوا لنا وكلوهم شكاره نعطيهم على حسب ما قريت ما تنساش بلي انا مهندس فلاحي بويا راه 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 قران ولا راني غلط هو يا خويا ماني فاهم والو في هادو صحاب الفيلم هادو واحد في البحر واحد طلع الفوق في السماء واه هذا أمقران هذا بينا كان سبورتيف ميكانيك
الكوكب الروسي. با 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 با